البنا ده مهنة الفراعنة، أعظم ناس بنت وعمرت. أنا على قد صحيح، بس العمارة دي بدمي، ببني كل حاجة من 40 سنة. شوف شغل الطلاينة وسط البلد. اللي يعرف يبني ربنا بيحبه وينزع عنه صفات الهدم. كل عمارة ببنيها بجيب ابننا بتاع التسويق يقفل لي شقة أو دور وقف لله تعالى. وقف لمين؟ ل57 مستشفى الأطفال، لأن هم ناس بيبنوا بيوسعوا، بس ده مش مقصدي، لا، بيبنوا خبرة، بيبنوا علم، بيبنوا بنا متين، سكن الأطفال المرضى العيانين بمرض قاسي لحد ما ربنا يشفيهم. ريع شقة أو دور في كل مشروع ليا يروح ل57 357. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.